بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حييكم أخواني وأخواتي المستمعين والمشاهدين الكرام، حييكم ونرحب بكم في موقع شروق الإسلام، ونقدم لكم الحلقة الثانية وهي بعنوان الإيمان، الكفر، النفاق. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فهو جل وعلا رب كريم غفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد ويختار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو النبي المصطفى المختار. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله سبحانه وجل وعلا، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يخلق ما يشاء وله الاختيار. حبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله، الله عز وجل خلق الخلق وقال عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو سبحانه وتعالى خلق الخلق من ذكر وأنثى، فقال: فمنهم كافر ومنهم مؤمن. ولكنه جل وعلا في صدر سورة البقرة، وهي السورة الثانية بعد الفاتحة في أول هذا الكتاب العزيز وهو القرآن العظيم، كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ذكر أصنافا ثلاثة من الخلق، وهم الأصناف الثلاثة التي خلقهم الله عز وجل، وهو الإيمان، ومنهم المؤمنين والمؤمنات، والكفر والعياذ بالله منهم الكافرين والكافرات، والصنف الثالث وهو النفاق والعياذ بالله المنافقين والمنافقات. فذكر الله عز وجل بداية الإيمان، المؤمنين والمؤمنات، من هم يا رب؟ فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فذكر الله عز وجل فقال: هدى للمتقين. فمن هم المتقون؟ قال جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب كل ما أخفاه الله عز وجل عن مخلوقاته جل وعلا، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يملك التصرف في خلقه وفي هذه الغيبيات جل وعلا، وأخفاها عن خلقه ولم يبدها لأحد، قد يبدها لأحد من مخلوقاته لعلة ولحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. فالغيب مثل يوم القيامة، مثل الجنة والنار. وأن ذكر بعضا من أشكالها وما فيها من الجنة، مثل النعيم في الجنة، أخفى كثير من ذلك، وقد بين بعضه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك النار ويوم البعث والنشور. وهو سبحانه وتعالى أصلا غيب جل وعلا، فهو موجود سبحانه وتعالى جل وعلا، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، ولكن لم يكن لأحد أن يراه جل وعلا سبحانه وتعالى في الدنيا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسرى به وعرج به إلى السماوات العلى،
لم يرى الله عز وجل في الحياة الدنيا. حتى سيدنا موسى عندما طلب منه سبحانه وتعالى أن يريه نفسه جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وهذا في الحياة الدنيا. ولكن في الحياة الآخرة وفي يوم القيامة يكشف عن وجهه النور سبحانه وتعالى، يكشف هذا الستر جل وعلا، نسأل الله العظيم من فضله العظيم أن نكون منهم، وهم المؤمنون، بدليل قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مشعة من النور والخير والفضل، ناظرة إلى ربها جل وعلا. وقال عن الكفار أنهم محجوبون والعياذ بالله. وقال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان يمشي في ليلة من ليالي الشهر وهي ليلة القمر، كان منيرا في ليلة الرابع عشر من الشهر العربي فيكون القمر مكتملا، فقال لصحابته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم: أترون هذا القمر؟ إنكم سترونه، سترون ربكم جل وعلا لا تضامون فيه، أي ليس بينكم وبينه غياية أو تشكون فيه سبحانه وتعالى جل وعلا كما ترون هذا القمر. وكما قال صلى الله عليه وسلم يكشف عن وجهه سبحانه وتعالى للمؤمنين. وبآية أخرى قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الخير والفضل ورضا الله ودخول الجنة، والزيادة رؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة المفروضة، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، لا تسقط عن الفرد، لا تسقط عن الذكر أو الأنثى المكلف البالغ العاقل إلا بزوال العقل، لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق أو يموت الإنسان تخرج روحه. لذلك قال: صل قائما. عندما زار المريض أحد الصحابة قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل ماذا يقول؟ فإذا اطمأننتم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فالصلاة ذكرها الله عز وجل أنها من الذكر، أو هي ذكر، لقوله جل وعلا عن صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإنفاق في هذه الدنيا هي الزكاة المفروضة أيضا التي بعد الصلاة، والصلاة تركها في الحقيقة كفر والعياذ بالله، جحودا، وهذا يخرج عن الملة والعياذ بالله. وقال جل العلماء أن الصحيح في ترك الصلاة الكفر والعياذ بالله، لقوله سبحانه وتعالى: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة، وهو أمر عظيم عند الله عز وجل. الزكاة المفروضة ومما رزقناهم ينفقون، فهذه الزكاة المفروضة فرضها الله عز وجل علينا.
فنؤديها بشروطها وأنواعها: زكاة الفطر، زكاة الأموال والنقدين، الذهب والفضة والزروع والثمار والبهائم وما إلى ذلك. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن العظيم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما أنزل من قبلك من الكتب الدينية المعروفة التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز من التوراة والإنجيل والزبور، لأن هذه هي أركان الإيمان، لقوله جل وعلا: آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الحديث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذه أركان الإيمان. وبالآخرة هم يوقنون، أي يوم القيامة، الساعة، يوم البعث والنشور والحساب والنوال والجزاء، ويوم الجنة والنار، ويوم الفصل بين الخلائق حيث تدنو الشمس ولا ظل إلا ظل الله عز وجل، ولا يستظل بظل الله في ذلك اليوم إلا السبعة الذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله من فضل العظيم أن نكون من هؤلاء السبعة. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل الكفار والكفر والعياذ بالله. من هم الكفار؟ فقال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. لا يؤمنون، تنذرهم بالجنة، تنذرهم من النار، وتبشرهم بالجنة إن آمنوا، ولكنهم يصدون عن ذكر الله عز وجل، ويصدون عن العبادة وعن الإيمان. لماذا ذكر الله هذا السبب؟ فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الختم والعياذ بالله والطمس على قلوبهم، فهي غافلة عن طاعة الله عز وجل وعن ذكره سبحانه وتعالى. وعلى سمعهم، لا يستمعون إلى الحق، ولا يستمعون إلى الخير، ولا يستمعون إلى ما ذكر الله عز وجل من الفضل والإيمان. وعلى أبصارهم غشاوة، لا يرون الحق، لا يرون الخير، لا يرون ما بين الله عز وجل من هذا الإيمان. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، في اليوم الآخر. ثم ذكر الله عز وجل بعد الإيمان والمؤمنين والمؤمنات والكفر والعياذ بالله والكافرين والكافرات، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهم المنافقون. فالمنافق يشترك مع المؤمن في الإيمان أو يظهر الإيمان وهو بالحقيقة ليس بإيمان، لأنه يرائي بهذا العمل والعياذ بالله، يظهر الإيمان وأعمال الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. وقد فضحهم الله عز وجل في هذه السورة وفي سورة المنافقين الكاملة، وبين زيغهم وضلالهم والعياذ بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى عنه الله عز وجل الإيمان، فهم إيش؟ فهم من الكفار والعياذ بالله، وما هم بمؤمنين. نفى عنه الإيمان سبحانه وتعالى. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في الحقيقة وما يشعرون. لماذا؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
يكذبون بأنهم مؤمنون. بين الله عز وجل هذا الكذب. بعد ذلك ومع ذلك يدعون للصلاح والفلاح، ولكنهم أيضا يعاندون ويكاذرون ويتكبرون. فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الأولى قال لا يشعرون، وهنا قال لا يعلمون. وبين هذا الضلال والعياذ بالله وهذا الزيغ بكذبهم عندما يجتمعون مع شياطين الإنس والجن. فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. لكن أين يذهبون؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ومثل الله عز وجل هذا الزيغ والضلال وهذا العناد والتكبر بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. فالإيمان هو المنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى، هو الحق الذي أنزله الله عز وجل، هو النور، هو الاستقرار النفسي والطمأنينة. لما؟ لأن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمؤمنين والمؤمنات لهم جزاء عظيم عند الله عز وجل. ما هي هذه النعم؟ جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والله عز وجل تقدم أنه قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا قال: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنها جنتان ليست جنة واحدة، ولكن قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بل هي جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر، جنات تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. والكفر والعياذ بالله مصيره إيش؟ النار. إن مات الإنسان على الكفر، من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى أنه جعل باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا بإذنه، وعندك مجال في الحياة الدنيا والعمر الذي أعطاك الله إياه والعمر الذي أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى مجال مفتوح للتوبة والإنابة. من تاب تاب الله عليه، بل أمر من الله سبحانه وتعالى بالتوبة. فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. أمر من الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كل ذلك أمر من الله عز وجل، مع أن الله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا، فلا ينفعه إيمان مؤمن ولا يضره كفر كافر والعياذ بالله. ولكن الإنسان
هو الذي يظلم نفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالكافر والكافرة الباب مفتوح أمامهم للتوبة والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى لأجل أن يتوب الإنسان ويعمل صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر عذابه أليم إن مات على ذلك، عذابه شديد عند الله عز وجل. بل أنه بيّن الله عز وجل أن الجنة درجات والنار دركات، فالمنافق في أدنى وأسفل السافلين، فقال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الدرك الأسفل من النار. وقال سبحانه وتعالى عنهم المشتركين مع الكفار في الكفر والعياذ بالله، فقال إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإنسان الذي أعطاه الله هذا العقل لكي يفكر فيه، قد سلب العقل من البهائم. لما؟ لحكمة يعلمها الله عز وجل، وجعل هذا القلب وهذا العقل في الإنسان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وقال جل وعلا وهديناه النجدين، تعرف طريق الحق طريق الصواب. أنزل الرسل، أنزل الكتب سبحانه وتعالى وأرسل الرسل لقضية واحدة وهي التوحيد. كلهم قالوا اعبدوا الله، كل الأنبياء والرسل أتوا إلى أقوامهم بهذه الرسالة، رسالة التوحيد. فالله واحد أحد، فرد صمد، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى. فهذا المنافق يظهر الإيمان كما تقدم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ويبطن الكفر والعياذ بالله. فلك أن تختار بهذا العقل الذي سبحانه وتعالى منحك إياه، منح منيحة من الله سبحانه وتعالى. إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لأنه يعلم أن هذا يستحق الجنة فيسر له الهداية، وهذا يستحق النار والعياذ بالله، فتركه الله عز وجل في ضلاله. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة، وأن نكون من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمتقين والمتقيات. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا الذنوب ويكفر عنا السيئات ويرحمنا برحمته بدخولنا الجنة بفضله ومنه وجوده وكرمه. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ورأينا، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل والعمل بالتنزيل. ونسأل الله عز وجل أن نلقاكم على خير في حلقات أخرى وفي خواطر أخرى، ونسأله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.